مبسوطين جدا ان احنا النهارده موجودين في اللحظه اللي بينزل فيها برومو فيلم الكنز، ودي ملحمه فنيه ليها تفاصيل كتير جدا وليها ابعاد كتير جدا، واول فيلم بيتم تصويره على جزئين. وانا هسيبك انت اللي تقول للناس او تحكي للناس عن الكنز. هو بالمناسبه فيلم هيشارك في موسم عيد الاضحى ان شاء الله، 15 يوم ويشوف النور ان شاء الله. نتكلم عن الفيلم. والله انا بعتقد ان ده هيبقى من اهم الافلام في تاريخ السينما المصريه، يعني صناعه بعيدا عن الممثلين، بتكلم على الصناع الاساسيين اللي هم المؤلف والمخرج والمنتج، يعني اسمائهم تغني عن الكلام. لما يبقى الفيلم تاليف عبد الرحيم كمال واخراج شريف عرفه مع حفظ الالقاب ليهم هما الاثنين وانتاج وليد صبري، اعتقد ان العناصر شكلها مبشر بشكل كبير، ويمكن هو ده كان انطباعي اول ما اتعرض عليا الفيلم. ف يعني حتى الاستاذ شريف لما كلمني في التليفون وقال لي على الفيلم وقال لي على التجربه وقال لي عايزين نقعد عشان ندردش بقى شويه في الفيلم ونشوف ايه الاخبار وبتاع، فقلت له انا مضيت، يعني اعتبرني مضيت، لان خلاص اللي انت شايفه استاذ شريف من الاساتذه اللي انا لو طول اشتغل معاه طول العمر هشتغل، يعني ما اقدرش، يعني ومن اوائل الناس اللي ادتني فرصه في بدايات حياتي في فيلم مافيا كان استاذ شريف عرفه. فيلم الكنز فيلم بيتكلم عن مصر في حقبه زمنيه كبيره زياده عن اللزوم، يعني احنا بنمر بعصور كتير في الفيلم، بدايه من العصر الفرعوني مرورا بالعصر الفاطمي ثم الاربعينات ثم السبعينات. فاعتقد ان الفكره فكره جديده، لان هنكتشف في نهايه الفيلم ان المشاكل اللي بتمر بيها مصر من ايام الفراعنه لغايه النهارده هي. ف من خلال كاست كبير جدا، من خلال فيلم انا بسميه ملحمه زي ما مها قالت بالظبط، فيلم هيعد في تاريخ السينما المصرية من الأفلام المهمة جدا. أتمنى أنه يعجب الناس. خلاص إحنا بيننا وبين عرض الفيلم حوالي 15 يوم، فأتمنى أن الفيلم يعجب الناس، لأن كم المجهود اللي بذل في الفيلم ده لكل الناس بالأمانة، يعني مجهود مش طبيعي. فأتمنى يا رب النجاح للفيلم، والأهم أنه يعجب الناس.